بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا بيتزا كوفر أو الكوكا. هنا بواحد العجينة رائعة راح نشوفوها إن شاء الله كيف كيف. أول حاجة أنا أول حاجة بديت بها هي تشكشوكة. أنا حطيتها طيب، يعني قطعت البصل شرائح، حطيته يذبل في شوية زيت والملح، ما ضفت له طماطم قطعتها قطع صغيرة وضفتها له، قلنا الملح فلفل الكحل هذا ما كان، غلقت عليها وخليتها حتى طيب تماما هكذا باه طيب هي الاولى وتبرد وكي نجيو نخدمو تجينا سهله. عندي لهنا المقادير. اول حاجه هنايا الحليب، عندي كوب من الحليب يكون دافي، حليب يكون دافي، كوب من الزيت النباتي. هنايا حبه من البيض راح ندي منها للعجين فقط البياض، والصفار نحتفظ به باه نديرو على الوجه تاع الكوكا. عندي هنايا الملح، وعندي ملعقه كبيره من خميره الخبز، وملعقه كبيره من السكر. وعندي هنا بالنسبه للفرينه راح نحتاج مبدئيا 4 أكواب. بهذا الكوب راح نكيل 4 أكواب، ممكن نضيف طبعا، ممكن نزيد هنا على حسب نوعيه الفرينه. هذا واش نحتاجو للسميد، راح نجيب انيه ونبداو بسم الله. اذا هنا جبت انيه وشفنا بها نخلط فيها بسم الله. نكسر الحبه تاع البيض، قلنا نحط غير البياض فقط، والصفار نخليه نحتفظ به. عفوا نعتذر منكم، انا نسيت عند بالي راني مشعل الكاميرا ولكن كانت طافيه. حطيت هنا البياض، ضفت له الكوب تاع الحليب والكوب تاع الزيت، وضفت له الخميره والسكر اللي هدرنا عليهم. حطيت كامل المكونات، راني نخلط غير بالملعقه. هنا ملعقه تاع الملح عفوا، وراح نواصل نخلط. مش عارفه كيما تولهتش الكاميرا ماشي شاعله. هكذا نخلط، قلنا بياض بيضه، كوب من الحليب الدافي وكوب من الزيت، ملعقه كبيره من خميره الحلويه خميره الخبز، وملعقه كبيره من السكر، وملعقه صغيره من الملح. وهنا راح نبدا نضيف في الفرينه بسم الله. هكذا نحط الكميه كامله، نخلي شويه ونزيد نشوف ممكن راح نكملهم. اذا هنا راح نضيف شويه من الفرينه، حوالي ملعقه كبيره، حوالي ملعقه كبيره، ونشوف. نكمل نجمعها بيدي. هنا نحاول ندخلها في بعضها، يعني نعجن فيها بهذه الطريقه فقط، يعني 5 دقائق برك، ونحطها ترتاح. اذا راح نخليها العجين الان بعد ما دلكت فيها 5 دقائق فقط، نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح في الوقت اللي وجدنا الحشو. اذا بالنسبه للحشو هنا انا راح نستعمل كما قلت لكم هنا تشكتشوكه هذه بالبصل والطماطم، عندي حبه الزيتون للتزيين، عندي علبه من الطونه، وعندي لهنا الفرماج والزيتون الاخضر قطعتهم شرائح صغار. نتوما هنايا في الحشو استعملوا واش بغيتو، اللي ما عندهاش تقدر دير غير تكتوكه فقط. هذا العجين بعد ما ريحني هنا حوالي نصف ساعه كما راكم تشوفوا هنايا طري، راح نقسم العجين على 2. نبدا بالعجينه الاولى نطرحها، هنا ممكن راح تقولوا لي كميه الزيت بزاف، ولكن هو اللي راح يعطي لها هشاشه للعجينه. راح نطرحها على حسب الصينيه اللي عندي، راح نستعمل عادي تاع الكوشه نورمال، تقدروا تستعينوا هنا بالفرينه وتطرحوا.
هذا هاي لك هنا العجين بعد ما طرحتها، راح نهزها بسلة ونحطها الصينية اللي راح ندير فيها. راح نحط اول حاجه بسم الله الكتشوكه، اذا هكذا راح نزيد، ما راح نزيد هذا الزيتون حبون الفرماج، إذن راح نزيد علبة التونة هكذا نوزعها بانتباه. هذا هاي لك العجينة، راح نزيد نطرحها بالكبر تاع الأولى، يعني نزيدو عليها شوية فقط باه نحكمو في الطرف. إذا هاي لك بعد ما طرحتها بسم الله، الآن نجي نحطها غير بشوية فقط على العجينة الأولى. هكذا ونسكر هنا في الأطراف دائما. هنا نحاول نضغط ونحي الهواء اللي يدوب زايد، نقطعها يعني غير هكذا الشكل فقط من الفوق باه ندير الزيتون. بهالطريقه اذا انا العجينه اللي قعدت لي على الطرف هاي اللي طرحتها رقيقه خلاص، جبت هذا الطابع حبيت نعمل فقط هذه الخطوه الى حبيتو عفوا. نحيها ونحطها في وسط الحبه هنا وبالسكين نفتح ونحط الحبة تاع الزيتون هكذا. هذه لمسة من عندي، لا حبيتو ديروها ديروها هكذا، نكملهم كامل بنفس الطريقة. اذا هنا بعد ما كملت لها التزيين عندي انا هنايا صفار حبة بيض، ضفت لها شوية حليب راح ندخل بسم الله الوجه وندخل نطيبها 180 درجة ومن بعد نشوفوها ان شاء الله. الفرن يكون سخون من قبل دائما. اذا هذه هي الكوكه هنا بعد ما وجدت كما راكم تشوفوا هنا طريه ما شاء الله، واحد العجينه ما شاء الله. راح نقسموها الان اذا هذه هي
هكذا شهيتكم في الجنة ان شاء الله. نتمنى الوصفة تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم. هاي لك كيفاه الطراوة تاعها، طرية روعة ان شاء الله وذوقها رائع. نتمنى باذن الله الوصفة تعجبكم ان شاء الله وتجربوها باذن الله. اذا كنتم اول مرة تشاهدوا القناة ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.